التالية كيويتزيرا في حراسة المرمى، باينتيكي نيوانتيما رقم 21، تويانتيكي رقم 9. ننتظر ربما تأكيد هذا الأمر من جانب المنتخب الغيني. المنتخب تمريرة، فرصة أولى، إمكانية تسديدة، والحارس في المنتخب والانطلاق غينيا محمد بانغورا المدرب اليوم الصافرة المغربية سمير القزاز الذي تمنح له لعناصر المنتخب الغيني. تكلمت عن الدور القوي لمنتخب غينيا رقميا، كرة في منتصف الميدان الحكم صور العام منتخب غينيا سيكون هو المبادر مع الدقة تتحول لهجمة مرتدة لفائدة يصعد يفتح المجال لسامي هناك على الجيليو بانغورا. هذه الإعادة مجددا صعود الطير الأيسر يعني ممكن يخلق مشاكل بالنسبة لدفاعات المنتخب الغيني. المباراة تتوقف في مع بين المغرب والكاميرون هنا في أبل كاميرون تلعب هذه الضربة الحرة تسديدة ومتابعة غيني. هذه الإعادة التسديدة الماضية والكاليتسا يلعب هناك ضاعت. شوف هنا منتخب رواندا هذه الإعادة مجددة بالرواندي يتقل إلى النصف وربع النهائي. الكرة العرضية يعكس داخل منطقة الجزاء والفرصة لازالت موجودة. صعب سميع على فكرة التي تمثل نادي حرويا حاضرة. تشيموي يلعب كرة حكيمي تزانا والنجمة تشوف الإعادة مرة أخرى العرضية إيماني ملعب الذي سيستضيف لقاء نصف النهائي بين اللقب على فكرة منتخب الكونغو الديمقراطية أكثر البولد بانغورا الطير الأيسر بينما وسط الميدان كومبا تسامع هذه اللحظات بالفعل إذا بطاقة صفراء وثلاثي الهجوم هناك بار لحظات صعوبات في العودة إلى هل يغير سمير القزاز الورقة الصفراء إلى الحمراء أم صفراء؟ الصفراء فقط هنا. كذلك المنتخب الرواندي سيفتقد لخدمات تويس. السؤال الآن كيف سيتعامل مع هذا الطرد مدرب المنتخب من جانب المدرب ماتشامي. هورويا تلعب بهذه الكرة من سيلا وصلت بهذه الكيفية 10 على صعيد الكرة الغينية على لقب الدوري الغيني في 2018. تمشي الكرة على الجهة اليسرى على فكرة المدينة التي تستضيف هذا الحدث اللي يستعد كذلك لاحتضان كأس إفريقيا. 3 أهداف مقابل هدف واحد لفائدة المنتخب. النقص العددي بعد طرد اللاعبية كانت المباراة متساوية الذي خرج قبل حين كومباسا يسعد كومباسا بعيدا من عن مرمى الحارس كيويت زيراي لعادة من زر لعب بيرانجيرو والحكم صح يعني إشارة تنفيذ تلعب للركنية موساكا هذه الإعادة مرة أخرى. هنا حصل الاصطدام قوي قوي يا كاميرا هنا حصل الاصطدام سلامات هنا الاصطدامات التي نشاهدها في المباراة يا صاح مع بداية المباراة لمثل هذه التدخلات يتعلق الأمر بالمهاجم. شوف الإعادة مجددا للكرة الماضية غير الحارس حتى لو كان بخير حتى لو كان يعطيك الانطباع أموره بالتالي بخير وسيواصل المباراة. قوي من اللاعب كانتي الذي تلقى البطاقة الحمراء الحكم يده ويسارا من الحكم سمير القزاز يعني مرة أخرى هاكيد زيمانا ماذا يفعل الكويت زيرا في اندفاع مباراة فيها بطاقة صفراء مباراة فيها كارت أحمر أمامية يدخل بويتسنجي إعادة مجددا كان طبادونا حاول بيد الحارس في أقل من 35 دقيقة مع بطاقة هذه الإعادة كرة الماضية تورايا يلعب بكامل العناصر وليس بعشرة لاعبين لأن منتخب الاصطدام الماضي تلعب هذه الركنية على القائمة الأول على القائمة سيتدخل ونزلت الفرصة موجودة لعناصر المنتخب تماما من انطلاق المواجهة كرة تخرج بإمكانها أن تمنح التقدم لعناصر المنتخب الدفاع بايتنجي بعيدة كرة في العمق كاميرا موساكس صور على مراوغة إبعاد كرة اللعب بانغورا إذا العرضية من بانغورا أيضا جانب الفردي يجب أن يكون حاضر يرفع بانغورا وخطأ من الدفاع عنده السو عاوت المراوغة والانسلال في هذه الجولة الأولى تلعب هذه الضربة بعيدة 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 فيني كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء بالرأس يتم بإبعادها من أعتقد بأنه كان ممكن إضافة
وقت اكثر من سيف الارضي بانغورا في الاول. شوف الاعاده، يا سلام، رائعه التمريره، رائعه التمريره من الابديه الركنيه الراسيه بعد ذلك. فرصه واضحه للتسجيل، غلطه دفاعيه من ناريا هي الابرز منذ انطلاق هذه المباراه لعناصر المنتخب الرواندي. 1-2 تحسن بكاميرا لم يستفيد من المنتخب الرواندي. غريب ليمبي، ونتابع هذه الفرصه بالفعل انذار لحارس المرمى. كيف الحكم انتبه لردة فعل الحارس لوجود وضعية التسلل. هنا كان في ثانية فيها بوادر تحسن في الأداء في مباراة المغرب زامبيا وسيميل جزات. لمسة المهاجم باري، هي الإعادة باري، لكن نتمنى أن تكون يعني رائعة. يجلس مذهولا متفاجئ، دخل الشك بين اللاعبين وبالتالي نادى عليهم في محيط. يتقدم سيلايوس، ديد جول، تقدم اخيرا ضربة حرة مباشرة حطها في الزاوية 90. جول في الزاوية البعيدة عن كيميني، طريق لاعب الوسط سيلا، الحل من كروعة الجول. سيلار بشكل ممتاز، هدف اللاعب سيلا خلى الجماهير. امشي كرة على الجهة اليمنى لعناصر روان بشكل اخر، مباراة بشكل اخر الان. عرضية المتابعة للحارس، يدو موسى كاميرا بخير بعد ان اصيب كرة. بانغورا يعكس من يتابع الكرة الثانية، فقط مرور وانطلاق نابي كاميرا. نابي قدم الكرة اكثر من مرفوع، الكرة في اتجاه من دخل نصف النهائي. ولو انه على الورق المنتخب غينيا مرفوع كرة موسى كاميرا، الفرصة الواضحة للتسجيل. التربة الرأسية يخطف كرة، بانغورا يرفع، بانغورا It's, yeah, it was good.